ينضم إلينا من موسكو مباشرة حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية، معنا أيضا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. حسين، يعني طبعا كما هو معروف أن هناك ما يسمى بالحرب الباردة ما بين موسكو وواشنطن في كل الاتجاهات، وخاصة في القضايا المتعلقة بأكثر من أزمات، طبعا سواء كان أزمات عالمية أو أزمات إقليمية. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال أن هناك رغبة من موسكو في توثيق التعاون مع الجانب الأمريكي، فماذا عن التفاصيل في هذا؟ نعم حساني، ما بين الترهيب والترغيب الآن رسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صورة للمرحلة المقبلة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ففي بداية خطابه اليوم أكد بوتين على أن الغرب متوهم عندما يحاول ويريد عزل روسيا وأيضا إلحاق الهزيمة بروسيا، حيث أن روسيا هي دولة نووية ولا يمكن أن تسمح لأحد بأن يعتدي على مصالحها وأمنها. ففي حال الاعتداء على هذه المصالح وأيضا في حال تهديد روسيا، فإن الملاذ الأخير لحماية الأمن الروسي هو استخدام الأسلحة النووية. أي أن خطاب بوتين بدأه بالترهيب للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب أيضا. وفي سياق الخطاب تحدث بوتين عن العلاقات بين موسكو وواشنطن، وأكد على أن موسكو ليست هي من قطعت هذه العلاقات، إنما واشنطن هي من قامت بذلك، وأن روسيا مستعدة لاستعادة واستئناف هذه العلاقات. أيضا تحدث بوتين عن العالم أو حادي القطب، وأكد على أن زمن هذا العالم قد ولى، وأن العالم بدأ يشهد تعددية الأقطاب، وهذه التعددية تتميز بأنه ليس لهناك أي أحد له الهيمنة على الساحة الدولية. أما فيما يخص ترامب والانتخابات الأمريكية، أكد بوتين على أنه على أن تصريحات ترامب الانتخابية هي محط اهتمام. إذن هنا بوتين قدم بعض المرونة، وأيضا قدم بغمزة غير مباشرة ورسالة غير مباشرة لترامب وللولايات المتحدة الأمريكية. طيب يعني حسين، الأزمة الأوكرانية تبقى طبعا تراوح مكانها ما بين موسكو وواشنطن، اتهامات طبعا من موسكو في العامين القادمين بالتحديد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الجانب الأوكراني في حربها طبعا، فماذا عن المأمول من موسكو بعد أن تولى ترامب المسؤولية في إنهاء هذه الأزمة الأوكرانية؟ بالفعل حساني، هذا ما كنت أود أن أشير إليه، بأن روسيا اليوم فتحت الباب. بوتين من خلال خطابه وكلمته منذ قليل التي تستمر أيضا حتى هذه اللحظة، هو فتح الباب أمام أي مفاوضات يمكن أن تنهي الأزمة الروسية الأوكرانية. لكن هذه المفاوضات يجب أن تتزامن مع خطوات ملموسة، أي أن التصريحات الأمريكية، تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، ليست كافية لحل هذه الأزمة وإنهائها، إنما يجب على ترامب اتخاذ خطوات ملموسة. يمكن للجانب الروسي أن يشاهد ويلمس هذه الخطوات على أرض الواقع، أي بضرورة وقف الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، أيضا بضرورة إعطاء وأيضا مراعاة الهواجس الأمنية لروسيا. بمعنى آخر، أن الأراضي التي ضمت إلى روسيا، هذه الأراضي أصبحت من ضمن الأراضي الروسية ولا يمكن النقاش عليها. أيضا يجب القيام بانتخابات شفافة في الأراضي الأوكرانية، وهنا بطريقة غير مباشرة، أي إزالة وأيضا إنهاء حكم فلاديمير زيلينسكي. هذا يعني بمعنى أن ما زال التوجس، يعني هو الآن في الإدارة الروسية تجاه ما يمكن أن يحدث لحل أو إنهاء هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، وخاصة في الدعم الأمريكي الذي كان منذ عامين. بالفعل حساني، روسيا الآن سوف تقدم ما يمكنها تقديمه من أجل حل هذه الأزمة، لكن يجب أن نفهم الآن الطريقة التي تفكر فيها روسيا، بأن موسكو الآن وبعد سنوات من المفاوضات وأيضا من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الموضوع الأوكراني، أكدت موسكو بعد هذه المفاوضات بأن الولايات المتحدة كذبت على روسيا من خلال هذه المفاوضات. فنحن نتحدث عن اتفاقيات مينسك وأيضا اتفاقيات
اتفاقيات نورماندي. تلك الاتفاقيات كانت الولايات المتحدة تتعهد بأن أوكرانيا لن تكون ضمن حلف الناتو، أيضا لن تمتلك أسلحة نووية أو أسلحة يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأمن الروسي. بعد جميع هذه الاتفاقيات خرقت الولايات المتحدة هذه الاتفاقيات وقدمت الأسلحة إلى أوكرانيا وتوعدت بضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، مما اضطر موسكو للقيام بعملية عسكرية. هنا الآن الموقف الروسي هو موقف متخوف من أنه ترامب يمكن أن يقدم بعض الشروط التي تحقق الأهداف الروسية، ومن ثم عندما يتم عودة الإدارة الديمقراطية بعد 4 سنوات تقوم أيضا وتستعيد الخطوات التي من شأنها أن تؤزم الأوضاع وتعيد أيضا الأعمال العسكرية. في لقاء يعني بوتين الذي نعرضه حاليا عبر شاشة القاهرة الإخبارية مع الجميع طبعا المتواجدين في هذا اللقاء، هو حاول أن يغازل ترامب شخصيا عندما قال أنه تأثر بسلوك ترامب خلال محاولة اغتياله، وأكد أيضا أنه أي ترامب أظهر شجاعة كبيرة. هل هذه المغازلة يمكن أن يكون لها يعني دور في تهيئة الأمور ومحاولة لملمة ما يحدث من جراح في ال4 سنوات الماضية أثناء حكم جو بايدن، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى بتكسير للعلاقات أكثر بين موسكو وواشنطن؟ نعم حساني، كما ذكرت لك بأن ما بين سياسة الترغيب وسياسة الترهيب، بوتين اليوم خطابه كان يتضمن هذه السياسة أو هذين الفقرتين داخل السياسة، سياسة الترغيب وسياسة الترهيب. هو استخدم سياسة الترهيب في الحديث عن الأسلحة النووية وأن روسيا ستواصل العملية العسكرية، وأيضا استخدم سياسة الترغيب عندما تحدث عن أن ترامب رجل شجاع وأن سلوكه وأفعاله خلال محاولة اغتياله أثبتت ذلك، وأن تصريحاته الانتخابية هي محط اهتمام الجانب الروسي. إذن جميع هذه العوامل والمؤشرات تشير إلى أن بوتين استخدم سياسة الترغيب في الرسالة. أخيرا يعني في هذا المؤتمر الذي نعرضه أيضا لحديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسين، هو تحدث على أنه يجب أن يكون أن ترامب أن هناك أهمية لوقف للنزاعات المتفاقمة سواء كان في منطقة الشرق الأوسط، يقصد هنا طبعا حرب الاحتلال على غزة أو على لبنان وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية. فكيف يمكن أن يتم تلقي مثل هكذا أنباء من الجانب الروسي؟ بالفعل حساني، لا يمكن إبعاد روسيا عن أي حل للأزمة في الشرق الأوسط. هذا الأمر وهذا العامل تتحدث عنه السلطات الروسية، وهذا أيضا ما أعلنت عنه المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. الجميع يعرف عمق العلاقات التي تجمع روسيا مع عدد كبير من الدول العربية وأيضا مع مصر، سيما أيضا مع الدول الخليجية، إضافة أيضا إلى مع الجمهورية اللبنانية وأيضا مع السلطة الفلسطينية. إذن لموسكو دور وأيضا قدرة على إمكانية لعب مثل دور الوساطة أو تقديم بعض المرونة لحل الأزمة في الشرق الأوسط. صحيح. لكن هذا أيضا يتطلب دور أمريكي وأيضا افتتاح أمريكي على هذا الدور الروسي. لكن يجب أيضا هنا أن ننوح الثاني بأن الجبهات هي جبهات أصبحت مرتبطة جدا. لا يمكن الحديث عن جبهة غزة منفصلة عن جبهة لبنان أو أي جبهات أخرى، ولا سيما جبهة روسيا وأوكرانيا. الجانب الروسي وعلى ما يبدو من خطاب بوتين يريد أن يضع هذه الجبهات أي في سلة واحدة على طاولة المفاوضات، ومن ثم عقب هذه المفاوضات يمكن أن يصل إلى حل ما مع الإدارة الأمريكية. وأيضا رسائل بوتين وحديثه عن الصين والدور الصيني في الساحة الدولية هو تأكيد على هذا الأمر. روسيا تريد أن تبرهن للعالم بأن القطب الواحد قد ولى وأن العالم القادم هو سوف نرى الأقطاب، وهذا هي التعدد. سوف نرى حجم ما يمكن أن يحدث يعني في الأيام القادمة بعد أن تولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتماهيه أيضا في العلاقة في حل الأزمات في المنطقة أو في العالم مع الجانب الروسي. أشكرك، كنت معنا مباشرة من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك.